نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس في مدينة إكسبو دبي مبادرة إفطار دبي في موسمها الثالث على التوالي، وذلك ضمن حملة رمضان في دبي هذا العام التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل. أحمد الهوتي والتفاصيل. في مبادرة متكررة ببلد التسامح الإمارات وفي شهر الخير والسلام رمضان، اجتمع قادة كافة الأديان والطوائف المختلفة على مائدة واحدة للإفطار عبر مبادرة إفطار دبي السنوية التي تشرف على تنظيمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تعكس من خلالها الثقافة الإماراتية الراسخة في التعايش السلمي والتكافل. كل أطياف المجتمع اليوم ويانا موجودين، سواء الأديان أو الطوائف أو حتى السلك الدبلوماسي، وتعودنا في رمضان أن نجمع هذه المجموعات كلها ويكون بيننا ألفة وتعايش وتحاب. مثل ما تعرف أن اليوم عندنا أكثر عن 200 جنسية موجودة على هالأرض الطيبة، فلابد التواصل والتعارف والاستفادات من خبراتهم، يقدرون يستفيدون منها، نقدر نستفيد منهم، وهذا حدث سنوي تلتزم بدائر الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. تحت قبة الوصل بمدينة إكسبو دبي وفي أجواء يعمها الوئام، شارك ممثلو لأكثر من 200 جنسية متعايشة بالدولة بأطيافها ودياناتها المختلفة مائدة إفطار دبي في صورة ترسخ مبدأ الوسطية ونبذ العنصرية وقبول الآخر لكافة الأديان، وتؤكد على مكانة دبي كمدينة للثقافة وحرية الأديان والاستقرار والتنمية. هذه الفعالية تجمع كافة المجتمعات في مكان واحد للاحتفاء بشهر رمضان المبارك وتسليط الضوء عليه ودعم كافة الأطياف للتعايش بسلام. عندما سمعت لأول مرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحترم الديانات الأخرى والجنسيات الأخرى، اعتقدت أنه من الجيد أن نعيش في وئام، لكنني تعلمت بعد العيش هنا لفترة طويلة أن الأمر لا يقتصر على الاحترام فحسب، بل هناك صداقة وكرم ضيافة، ونحن نحب مثل هذه الفعاليات حيث يمكننا التواصل على مستويات مختلفة والحصول على تجارب مشتركة رائعة معا. شهر رمضان شهر العبادة والخير لدى كافة المسلمين في بقاع الأرض، وفي الشهر الفضيل تسعى الإمارات بتعزيز مفهوم التعايش باعتبارها حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. الإمارات تجمع على أرضها أكثر من 200 جنسية، واليوم ومن خلال إفطار دبي تؤكد في هذا الشهر الفضيل على أن الإمارات حاضنة لجميع الأطياف وجميع البشر. من مدينة إكسبو في دبي لأخبار الإمارات، أحمد الهوتي.